أكيد كلنا شايفين حجم الاهتمام الكبير صحيح. اللي بنشوفه لتمكين المرأة المصرية في جميع المجالات، وشفناها بتتولى مناصب قضائية وليها تمثيل قوي في الحكومة وفي البرلمان المصري، وقد إيه المرأة النهاردة دورها مؤثر في على جميع الأصعدة في الحقيقة. كل اللي قلتيه جميل، ولكن النهاردة ربما عندنا تطور نوعي جديد في ملف المرأة. الجديد السنة دي أن المرأة تكون متواجدة وفعالة داخل المؤسسات الدينية، اللي من زمان قلنا أن هي يعني ممكن تبقى إيه مغلقة شوية على مجتمع الرجال. النهاردة المرأة أيضا تقتحم هذا العالم وتثبت نفسها. النهاردة معنا الباحثة الشرعية زينب محمد، هي أول سيدة تتولى منصب عضو لجنة أمانة الفتوى في دار الإفتاء المصرية. بنرحب بحضرتك يا فندم ومنورانا في صباح الخير يا مصر. اهلا ومرحبا بيكم، اهلا بيكم. صباح الخير على حضرتك. يعني في البدايه دايما لما الواحد يكون كده اول واحد يعمل حاجه معينه او يدخل في مجال معين بتبقى الفرحه فرحتين، بتولي المنصب ده اولا، وانه اول واحد يعمل ده. احساسك ايه انك اول سيده تتولى هذا المنصب؟ حقيقه ده حقيقه فعلا، بس اسمحوا لي في البدايه اقول بسم الله الرحمن الرحيم. الله يبارك فيكم وشكرا على مداخلتكم، يعني انا اتاحت الفرصه ليا بالمداخله الكريمه دي، واسمحي لي من خلالها اعبر عن سعادتي فعلا عن اني اكون اول عضو في لجنه امانه الفتوى في دار الافتاء المصريه المؤسسه العريقه. ومن خلال برنامجكم المتميز حابه اوجه الشكر لفضيله الدكتور شوقي علام بتكليفي وتشريفي باختياري عضو من اعضاء لجنه امانه الفتوى. طبعا هو شعور بالسعاده، ويعني في نفس الوقت محتاجه منكم الدعوات ان ربنا يعيني ان شاء الله على المقام ده. ان شاء الله. دار الافتاء المصريه يعني مهمه جدا، هي ليها دور ان هي بتواجه الارهاب بلغات كثيره جدا، وليها تواصل مع عالم الانترنت. ربما بنشوف ان هي اقتحمت المجال ده بدري، في نوع من انواع زي ما نقول حداثه. يعني احنا دايما نقول ان المؤسسات الدينيه ربما ممكن تكون متاخره خطوه او بتبعد شويه، لكن في دار الفتوى او في دار الافتاء في نوع من انواع الحداثه. كلمينا بقى جوه دار الافتاء، هل في باحثات زيك كتير؟ هل العنصر النسائي ممثل بشكل كبير داخل دار الافتاء؟ يعني حقيقه فعلا دار الافتاء ليها الصف في مواجهه افكار وتيارات فكريه كتير مختلفه، وكمان مش بس مواجهتها، لا مواجهتها بقبول وبآليه يعني كفيله تماما ان هي تقضي على اي فكر منحرف، ويعني يعني تزيله تماما. ولجنه امانه الفتوى اللي انا دلوقتي اصبحت عضو من اعضائها هي ليها دور كبير في كده كمان، لانها بمثابه مجمع فقهي كبير برئاسه فضيله مفتي الجمهوريه دكتور شوقي علام، وبيضم تحت مظلته صفه علماء دار الافتاء، وبيقوم بدور مهم ودقيق جدا في بحث ومناقشه المسائل الشائكه اللي من مصر، المسائل اللي بتسبب مشاكل كبيره في مجتمعنا المصري. اما عن مفهوم الدور النسائي في دار الافتاء، فهو طبعا ليه، احنا في دار الافتاء في عدد كبير من النساء المتميزات البارعات يعني في مجال الشرع. عارفه يا استاذه زينب، يعني لما بيبقى في فتوى كده بتتعلق بالنساء بيبقى ساعات كتيره صعب علينا ان احنا يمكن نشرحها للرجاله او ان هم يفهموها، والبعض حتى بيفتكروها ايه ده، دي مشكله مش مهمه، او يعني ايه ده الستات كل اللي همهم مش عارفه المشاكل بتاعت الشعر ولا الحاجات اللي هي المتداوله اكتر. لكن في الحقيقه دي بتبقى مشاكل بتهتم بيها جميع السيدات، وحابين ان هم يسالوا فيها سيده زيهم. الصعوبات اللي انت واجهتيها في البدايه كانت ازاي، وقدرتي تتغلبي عليها ازاي، وحاسه ان انت هتقدري بصمتك ازاي تكون مختلفه في هذا المنصب؟ هو يعني طبعا ما فيش عمل بيخلو من صعوبات، لكن الميزه في عملنا في الفتوى وفي الفقه ان صعوبات العمل فيها بتزول تماما بمجرد الوصول والاطمئنان للمسلك الفقهي والعلمي اللي نقدر من خلاله يعني نطلع الفتوى. فهي صعوبات البحث اللي بتتجدد مع كل بحث جديد، وانا اتغلبت عليها ازاي وزميلاتي في العمل الفقهي في الدار اتغلبوا عليها ازاي؟ طبعا اولا بالاستعانه بالله تعالى، وثاني حاجه ان احنا يعني الدار اتاحت لينا يعني مجالات تدريبيه في شتى المجالات، يعني سواء كانت على المستوى الشرعي والفقهي او على المستوى الاجتماعي والاقتصادي، احنا بنتدرب على ده كويس جدا في الدار، وان احنا بقى كل واحده فينا بتشتغل على نفسها في فصل القراءه وتنميه المهارات،
وروح العمل الجماعي اللي بتتميز بيها دار الإفتاء المصرية كفيلة بإن هي تخلي أي عمل يخرج من خلالها يكون عمل يعني خارج في أجمل وأفضل صورة. طب خليني أسأل السؤال اللي سألته باسنت بشكل تاني، أنت متوقعة دار الإفتاء تستفيد منك في إيه؟ يعني أنا شايفة إن دار الإفتاء ما فرقتش في يعني في الاستفادة ما بين كوني ست أو ما بين كون زملائي في العمل رجال. أنا عضوة في لجنة فرعية لأمانة الفتوى من فترة طويلة، وكان بيسند لي أعمال زي اللي بتسند للمشايخ الرجال بالظبط بدون أي تفرقة ما بيني وبينهم. ويعني فدار الإفتاء ما فرقوا، فأنا هقدر إن شاء الله إن مش هيكون في أي يعني فرق إنتاجي العملي أو الثقي عن أي رجل. بس اكيد ليكي اضافاتك، ما هو ده اللي احنا كنا عايزين نساله، في ايه ممكن نضيف ازاي يعني؟ الاضافه ان شاء الله اللي جاي هيكون فيما يخص مجال فيما يخص يعني الجانب النساء هيكون فيه تركيز اكتر، وان شاء الله هتطلع منتجات يعني تفيد النساء في شتى المجالات. طب استاذه زينب، يعني المراه في الاسلام ليها دور كبير، كيف احتفت الشريعه الاسلاميه بالمراه واديتها ازاي كافه حقوقها؟ يعني هو صح الشريعه الاسلاميه احتفت بالمراه يعني ايام احتفال، فهي اديتها كامل الحقوق اللي تضمن ليها حياه سعيده ومتميزه. مفيش يعني موقف تعرض لي واحدة من النساء إلا والشريعة الإسلامية كان ليها يعني المسلك والمخرج اللي يساعدها إن هي يعني تكون يعني تجد الحل فيها يعني. هي مش بس كمان اديتها حقوقها، لا هي كمان أوجبت على الراجل إن هو يعني يكون داعم ومساند ليها في أي طارئ تمر بيه في حياتها. احنا بنشكرك يعني استاذة زينب في الحقيقة، وبنبارك لك الف الف مبروك، ومستنيين نشوف حضرتك اكتر واكتر في الفترة اللي جاية، انه المرأة متولية هذا المنصب يعني حاجة مهمة جدا، واحنا بنحتفي بحضرتك النهاردة الباحثة الشرعية زينب محمد، اول سيدة بتتولى عضوية لجنة امانة الفتوى بدار الافتاء المصرية.